في أخبار وتفاصيل القلعة الحمراء النادي الأهلي. الأهلي بيخسر جهود عمرو السولية شهر ونصف للإصابة، بما يعني انتهاء موسم عمرو السولية مع الأهلي، وده خبر من الأخبار الصعبة جدا جدا جدا، وأخبار اللي الجمهور طبعا كان بيتابعها من امبارح. صعوبة الموضوع جاية يعني اللي هو جمهور الأهلي كان هي العملية ناقصة، يعني هي العملية ناقصة، مش كفاية متسندين على عمرو السولية، ومش كفاية عندنا إصابات بالجملة كمان تيجي في عمرو السولية. أتمنى له الشفاء والسلامة. مزق في العضلة الخلفية، هيحتاج فترة علاج تمتد ما بين 6 لـ 8 أسابيع، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود عمرو السولية. طيب محمد عبد المنعم، ناس كتير بيسأل محمد عبد المنعم إيه اللي حصل وخرج في ماتش الجونة. كل ما في الموضوع إن هو حس بإجهاد في العضلة الأمامية في ماتش الجونة، فالجهاز الطبي والجهاز الفني فضلوا إراحته، قال لك بس الحق الحقوا بقى ده قبل ما العمليه ما تقوم ضربه لنا في اكتر من كده، فخرجوه فضلوا ان هو يرتاح يعني على انه يكمل. هيخضع لاختبار طبي على هامش تدريبات بكره، وبناء عليها هيتحدد اذا كان يقدر يشارك ولا هو يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه. بس فكره المشاركه في المباراه من البدايه يعني بيحاولوا على قد ما يقدروا، الاهلي بيحاول على قد ما يقدر، عارف انت تقول لك انا بلصم الدنيا، بلصم الدنيا على قد ما اقدر، انا بحافظ على اللعيبه اللي موجوده باي طريقه من الطرق. ازيك، بقول لك الموضوع صعب جدا جدا حقيقه. ايه موقف ميكيسوني دلوقتي في الاهلي؟ ميكيسوني من الراحلين، من الراحلين يعني ما تبش قلبك، بس هي الفكره انه الاهلي بيتعامل مع ملف الراحلين، واحد من ضمنهم او على راسهم ميكيسوني، بانه يدخل فلوس كويسه للاهلي. ماشي ماشي، طب هل الراجل تلقى عروض ولا لا؟ جات له حاجات من الهلال السوداني، من يانج افريكانز، من سيمبا التنزاني، وهو التلات عروض دولت الراجل ما خلصش في حاجه منهم، بيماطل، وكلف الوكيل بتاعه ان هو يسوقه اوروبيا، هو عايز يطلع في اوروبا. وكمان هو متحفظ على فكره انه يعني يروح اي نادي من الانديه المصريه، هو عايز يطلع من الاهلي على اوروبا. والاداره واداره التعاقدات اديها معاه، بتتحرك معاه في نفس الاطار، على اعتبار ان هي عملتها قبل كده مع اليو باجي اللي دلوقتي دنيته ماشيه بشكل كويس في الدوري الفرنسي. ده الموقف بالنسبه لميكيسوني.